مشاهد الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من الحكيم في بيتك. وهو رمضان اليوم 23 رمضان، صح يا جلال؟ 23 رمضان، وشايف يعني حاد المصور مجرس خلاص قال مش دخل العظم، حاد بقى ما شايف ذاته قدامه. عموما حبابكم عشرة، ورمضان كله خير وكله بركة وكله جمال. ويمكن واحدة من الحياة الجميلة في هذا الشهر أنه بنلتقيكم يوميا عبر هذا الشهر الكريم حتى نوصل بعض المعلومات اللي بتكون يعني زي ما بقولوا محاولة لرفع الوعي، لأنه من غير رفع وعي ما بنقدر نمشي لقدام، ما بنقدر نحمي أنفسنا، ما بنقدر نتعالج، ما بنعرف تشخص. لذلك كان الحكيم في بيتك يوميا في رمضان. حبابكم عشرة، وحلقة اليوم كما نوهت بالأمس هي حلقة على الخصوبة، ربي ما تحرم بيت من الأطفال. وفي حاجات بسيطة ممكن تتعمل تغير حياتك 180 درجة وتخليك تنعم بأطفالك حوالينك، والموضوع ما صعب لأنه العلم اتطور والدنيا مشت لقدام. وهنا في السودان الموضوع ده ممكن وممكن شديد جدا جدا، لكن لازم نعرف نمشي لمنه ونمشي وين. وما تمشي بس، لا، القصة كلها عبارة عن مرتي هي السبب، لا، ممكن تكون انت السبب. عشان كده أمشي واسأل عشان تعرف. الليلة نحن خاطين كل التساؤلات اللي انتوا خاطينها في مخيلتكم أمام طاولة واحدة من أخواننا والصديق هذا البرنامج، أخونا دكتور أسامة أولو شريف، مستشار النساء والتوليد والخصوبة. أسامة حبابك عشرة، مرحبا بك حبابك دكتور وليد، وحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ومرحبا بالمشاهدين على امتداد البث الفضائي وعلى مستمعينا ومشاهدينا كذلك عبر الوسائط. ورمضان كريم وكل سنة وهذا البلد الجميل بخير، ويعاد علينا أمنا وسلاما ورفعة. فالشعب الجميل يستحق بعد ثورته دي جميل الأمنيات. وكذلك يعني خالص تعازينا لكل الذين فقدوا أحبابهم وزويهم وأصدقائهم في طول موجة الكورونا وجائحة الكورونا. ربنا يتقبل الزملاء والأحباب الذين قضوا في الجائحة دي، وربنا يحفظ أهلنا وأحبابنا أجمعين. وإن شاء الله نكون خفيفي الظل ونقدر نقدم حاجة جميلة ومقبولة خلال الحلقة الليلة. حبابك أسامة، وأنت عزيزي المشاهد يمكنكم متابعتنا يمكن عبر البث المباشر عبر صفحة البرنامج الحكيم مع دكتور وليد، وأيضا عبر مهاتفاتكم عبر رقم البرنامج اللي حيظهر قدامكم أيضا على الشاشة. نسعد كثيرا بأسئلتكم واستفساراتكم. وأيضا يا أخوان بنوه أنه الحلقات دي كلها بتنزل على اليوتيوب في قناة الهلال، يعني أي زول لم يتمكن من الاستماع إلى حلقاتنا ممكن يرجع لليوتيوب بيلقى الحكيم مع الحكيم في بيتك، لأنه اسم البرنامج في هذا الشهر الكريم سميناه الحكيم في بيتك، والبرنامج عموما هو الحكيم. وربنا يجعلنا حكمة ونحاول نخفف آلام الآخرين. دكتور أسامة حبابك دكتور، ربي ما تحرم بيت من الأطفال والخصوبة ومشاكل الخصوبة، تساؤلات كثيرة. يتزوجوا 200، بيقرر الزوج والزوجة إنهم والله هم من المفترض إنهم يمشي يقابلوا أخصائي بتاع خصوبة عشان يشوف المشكلة وين. طيب لما نقول تأخر حمل تعريفا كده، اثنين متزوجين بيناتهم علاقة زوجية منتظمة لمدة سنة وما حصل حمل، تم الزوجين ديل تموا سنة ما حصل حمل، في وجود علاقة زوجية منتظمة، يعني ال- 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 النموذج بتاع انه يخترب يخترب قاعد قضى شهر العسل ومشى وقعد له سنتين وجا راجع قعد شهر، لا، سنة من وجود علاقة زوجية بين الزوجين مستمرة بنقول هنا ما حصل حمل. بعد كده بنطالب الزوجين ديل بانه يمشوا يفتشوا المشكلة وين او السبب شنو. الكلام ده في على سبيل العموم. طيب إذا كان الزوجة عمرها أكثر من 35 سنة، نحن بنفتكر إنه 6 شهور كفاية جدا. 6 شهور. 6 شهور من وجود علاقة زوجية منتظمة، إذا ما حصل حمل بعد كده يقوموا يمشوا يشوفوا المشكلة وين.
طيب إذا كان في واحد من الزوجين ديل عارف إنه هو عنده مشكلة أو عنده سابق زواج ومشخص أو اتقال له إنه أنت يا أخي عندك المشكلة الفلانية، أنا أفتكر إنه برضو لا حتى 6 شهور ذاتها ما ننتظرها. يعني الناس أول ما تفكر عندها رغبة في الإنجاب تمشي تقابل الدكتور. يعني إذا كان عارفين السبب أو عندنا سابق زواج مشخص فيه قبل كده السبب، أو حتى من قبل الزواج الزول عنده مشكلة قبل كده في خصية معلقة، أو كان لأي سبب من الأسباب عمل فحص السائل المنوي كان عنده مشكلة، أو زولة قبل كده مشخصة إن هي عندها مشكلة قبل كده في الرحم أو خلافه، كويس؟ لا هنا ما بننتظر، بنمشي وقت ما نحن قررنا إنه يا أخي نحن عايزين نجيب بنمشي للدكتور. طب دكتور أسامة، الليلة لما نجي أتكلم عن السن الممتازة للزواج بالنسبة للسيدة، 200 يعني السيدة بتكون هي مؤهلة وأشياء كويسة، من بين سن كم لكم؟ أكثر من كده ممكن تكون في مشاكل، وأقل من كده تحصل مشاكل. طيب أقل من الـ من الـ من 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 العشرين بيكون في مشاكل. أقل من 20 سنة. أقل من 20 سنة بتكون في مشاكل ريليتد للأم ذاتها وللحمل يعني. ولحد عمر 35 سنة. نعم. عمر 35 سنة، بعد 35 سنة بيقل المخزون. وافتكر إنه النقطة الرئيسية هي 35 سنة. من 35 سنة بيبدأ المخزون يقل، وبتبدأ الجودة بتاعت البويضات تقل، وتبدأ بعد كده الزيادة جودة البويضات بينسحب عليها جودة الأجنة، بترتب عليها كذلك الكروموسومات السليمة أو الأجنة السليمة، وده بيترتب عليه فرص حدوث حمل و يبقى من 20 إلى 35 سنة ده السن الممتاز الأنسب للحمل. للحمل، تمام. طيب خلينا نمشي شوية، الأسباب تتعدد وكله بيد ربنا سبحانه وتعالى، لكن هنالك أسباب مباشرة ويمكن بتجيكم في العيادات كثيرة جدا. شنو هي الأسباب بتمنع الحمل بالنسبة للسيدات؟ خلينا نبدأ بالسيدات وبعد ذلك نجي للرجال. طيب عشان نكون واضحين، طبعا نحن المجتمع إلى حد ما بيحمل المسؤولية بتاعت تأخر الحمل للمرأة لطرف واحد اللي هو للزوجة يعني. لكن على سبيل العموم ممكن نقول الزوج شريك أصيل في حوالي 50% من الأسباب، والزوجة شريكة أساسية في حوالي برضو ممكن نقول 40 أو 50% من الأسباب. في 20% أو 50% ربع الأزواج لما نعمل فحوصات ما بنلقى سبب مباشر لتأخر الحمل. يعني الزوج براه كده مسؤول من حوالي 30 إلى 35% من الأسباب، الزوجة براها مسؤولة من حوالي 30 إلى 40. في حوالي 30 إلى 40 بتلقى سبب هنا وسبب هنا، وفي حوالي 25% من الأزواج هنا ما في حاجة، هنا ما في حاجة، وده بسموه تأخر حمل غير معلوم السبب. ما معروف السبب. تمام. طيب لو جينا للأسباب المباشرة. طيب. بالنسبة للسيدات شنو هي الأسباب؟ يعني لو طيب. بدينا يمكن في كلام كثير جدا ولغط كثير، أنا عايزك يعني نحاول نوضحه تماما. موضوع تكيس المبايض، بيقول لك تكيس المبايض يا دكتور واحدة من الأسباب اللي خلاني ما أحمل. شنو هي تكيس المبايض و العلامات والأعراض بتاعت السيدة عشان أنا أشخص إنها عندها تكيس مبايض، وهل تكيس المبايض سبب أساسي في منع الحمل؟ طيب بالنسبة عشان يحصل حمل، لو دارينا بسيطة بنقول يا أخي عشان يحصل حمل إحنا محتاجين علاقة زوجية سليمة، ويكون يعقوبة قذف لسائل المنوي بخصائص محددة، يعني سائل المنوي ويفقي خصائص محددة. بعد كده يكون المسار مفتوح من المهبل إلى عنق الرحم إلى الأنابيب إلى المبيض. يبقى عشان يحصل حمل محتاج سائل منوي كويس، تمام، محتاج رحم نظيف خالي من يعني ما فيه عائق داخلي كويس، ومحتاج إلى أنبوب فاتح وشغال، لأنه فاتح بس ما كفاية لازم يكون فاتح وشغال، ومحتاج إلى تبويض منتظم بيضة تطلع أوان العلاقة الزوجية. نعم كويس. يبقى ده الحياة. يبقى إذا عندي مشكلة في التبويض معناه عندي مشكلة في التبويض معناه حيكون غالبا عندي مشكلة في الدورة. تمام. يبقى إذا عندي مشكلة في التبويض الحمل بيتأخر. إذا عندي مشكلة في الأنبوب معناه الحمل بيتأخر. إذا عندي مشكلة في الرحم ذاته ممكن الحمل يتأخر. إذا عندي مشكلة في السائل المنوي كويس الحمل ممكن يتأخر.
طيب حسب حجم المشكلة ممكن يتأخر لقدر شنو وممكن يحصل ولا ما ممكن يحصل أساسا؟ تقسيم ممتاز جدا. طيب لما نجي للناس كثير جدا زي ما قلت وأنا قبل راجعتها في الصفحة قبل البرنامج برضو في أسئلة كثيرة جدا عن تكيس الموبايل. نعم. أول حاجة في فرق بين تكيس الموبايل وكيس وجود كيس في المبيض. كيس ممكن يكون مرضي وممكن يكون فيسيولوجيكال اللي هو طبيعي. التكيس ده خلقة نمط من أنماط المبيض، يعني دي خلقة طلة في المبيض ده. وبالتالي عشان بعد ذاك في فرق بين انه برضو هل المبيض يبدو شكله فيه اكياس كده ده بسموه تكيس، وفي حاجه اسمها متلازمه تكيس الموبايل. متلازمه يعني شنو؟ متلازمه يعني كميه بتاعت اعراض وعلامات مع بعض كده بتلموا بدوني الشكل دي او المرض ده او الظاهره دي. طيب تكيس متلازمه تكيس الموبايل ده حسب التعريف بتاع روتردام واحده من ثلاثه حاجات او اثنين من ثلاثه حاجات. نمرة واحد زيادة في الهرمونات الذكورية سواء كان ظاهريا يعني يكون نمش حب شباب شعر في منطقة الدقين وشارب وكذا أو كيميائيا يعني في المعمل. تمام دي الأولى. اضطراب في الدورة أو تأخر حمل، اضطراب في الدورة قلة زيادة عدم انتظام كويس زائد مشكلة في التبويض، يعني مشكلة في التبويض واضطراب في التبويض والدورة دي الحاجة الثانية. والحاجة الثالثة في الموجات الصوتية يكون في عدد معين من الأكياس الصغيرة في القشرة بتاعت المبيض، والعدد ذاته بتاع الأكياس دي عشان نحن نقول والله البتاع دي المنظر دي ينطبق عليه تكيس الموبايل بيعتمد على انه نحن مستخدمين ياتو جهاز وقوه الجهاز. لكن ان زمان كان الناس كانت بتتكلم عن 10 او 12 فما فوق، الان الناس بتتكلم عن 18 فوليكل او انترال فوليكل يعني في المبيض في كل مبيض في محيط المبيض في محيط في محيط المبيض 18 أورمور في كل واحد. تمام. إذا كنا بنستخدم جهاز موجات صوتية مهبلية بمورزان 8 ميجا هيرس. طيب أي اثنين من ديل نحن بنقول الزولة دي عندها متلازمة تكيس الموبايل. طيب عموما سبب الشغلانة دي ما واضح جدا، لكن مربوط إلى حد كبير ب اضطراب في ايضا الانسولين، ولذلك هو الاستقلاب يعني استقلاب الانسولين. ولذلك النازل بيكون عنده مشكله في قله تحسس الجسم للانسولين. تمام. عشان كده معظم النازل بيكونوا بدينين نوعا ما، وحتى في الناس اللين اللي هم الناس الضعيفين بيكون برضو عنده نفس المشكله. في كلام عن انه في تهيؤ وراثي للموضوع ده، لكن حتى الان ما معروف الجين المسؤول من 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 توريث التكيس الموبايل. طيب الفكره بتبقى انه الانسولين ما شغال كويس في الانسجه، الجسم بينتج انسولين زياده، الانسولين ده بيشتغل على حاجتين، بيشتغل على المبيض هو ذاته، والانسولين ذاته بيشتغل على الغده النخاميه بيفرز هرمون اسمه ال اتش. ال اتش بيجي يشتغل ليه على المبيض، المبيض بيقوم على خلايا معينه في المبيض بتنتج كميه كبيره من الاندروجينات اللي هي الهرمونات الذكوريه. الهرمونات الذكوريه دي هي اللي بتيجي تعمل ليه حب الشباب و و و و والشارب وكذا ودي حاجه. والهرمونات الذكوريه ذاتها لما تبقى اكثر مما يجب بتحبط لي بتقلل لي ال بتوقف التبويض، يعني البويضات الكثيره الاكياس بتاعت البويضات القايمه دي زي اللي بيحصل لها شلل في المرحله دي من النمو وما بتمشي لقدام. طيب ده هرمونات الذكورية بتعمل الشغل ده، بالإضافة إلى أنه الأكياس ذاتها بتبدأ بتنتج القليل من الإستروجين، والهرمونات الذكورية دي بيحصل لها استقلاب في النساء السيدات في الأنسجة الشحمية وبتتحول لجزء منها بيتحول لهرمونات أنثوية.
بتقوم تنبه الغدة النخامية لأنه ما يفرز هرمون الـ FSH، وهرمون الـ FSH مهم جدا للتبويض، وبالتالي بيبقى عندي الهرمونات الذكورية تحت في المبيض شغالة بتهجر في البويضات المفروض تقوم، والهرمون ايوه والهرمونات الذكوريه ذاتها لما تطلع برا المبيض في الانسجه الشحميه بتتحول لهرمونات انثويه. الهرمونات الانثويه دي بتوهم الدماغ انه يا اخي والله التبويض تمام ونحن 100% ما محتاجين لدعم او ما محتاجين لهرمون الاف اس اتش، بيقوم هرمونات الاف اس اتش بعد ذاك بينزل ونحن محتاجين انه يكون فوق شوي يطلع شويه عشان يحصل لي التبويض. طيب فكل الحاجات دي مع بعض كده بتبقى بتديني حاجة اسمها تكيسون وايد. الشيء المهم في الموضوع ده انه الموضوع تكيسون وايد ده ما بيتعالج. خلينا في موضوع انه ما بيتعالج دي لانه الناس ماسكوا لبانه حقيقة. صافي ناس شمالية كيف؟ رمضان كريم. الله اكرم يا ستي، كيف اخبارك؟ بخير الله يحمد الله تمام. وين في الشمالية؟ مروي. حبابي حبابي اهلنا في مروي، تفضلي. والله انا متزوجة لكن عندي الحمد لله 3 أطفال ما شاء الله، لكن أخي حاليا ولدت آخر ولادة لي زي 4 شهور. أنا من ولدت رحمتها نهاية ما يستعد مالك؟ بوجعني وجع حالي كده ما عارف الجوا شنو ذات البوجعك شنو؟ الرحم حقيقة أري في وجع منطقة الرحم ده بس وجع عجيب. ولادة طبيعية ولا عملية؟ طبيعية الحمد لله. ولدت طبيعي مع لا. الحركة مع أي حاجة مع المشي مع الرقاد والقلب كده وكده، يعني حاجة عجيبة وجع عجيب. رجعت للدكتور قال لي كان التهاب، هاي قال لي التهاب في الرحم التهاب ما نبع. طيب في أي إفرازات يا مدام؟ لا لا والله الحمد لله ما في. طيب أنا أفتكر إنك محتاجة تراجعي طبيب استشاري نساء وتوليد، ومحتاجة كذلك يعني ويركب، يعني محتاجة يشتغلوا عليك يشوفوا المشكلة وين، يعني محتاجة موجات صوتية سواء كان بطنية أو مهبلية، ومحتاجة تفحص البول وخلافه يعني كويس عشان يشوف المشكلة وين. بدون مؤاخذة يعني برضو مع العلم صار في ناس شكله انقطع الاتصال. طيب جلال عقلب عشان أهمية الحلقة حاول دخل لنا الناس اللي عندهم مشاكل في الخصوبة، مشاكل النساء والتوليد دي عندها يوم براها، الليلة بنتكلم عن الخصوبة فقط تمام؟ تفضل يا دكتور. طيب فزي ما قلنا انه التكيس ده ما عنده علاج بشيله، يعني ما ممكن انت الليلة يكون عندك تكيس بكرة حيكون ما في، لكن التكيس ده ما في ناس عندهم تكيس ودورته منتظمة وما عنده مشكلة بتاعت شعر وما سمينة وما يعني أموره طبيعية وما عندها مشكلة. طيب لما يأثر لنا أو يبدأ يتمظهر لنا في شكل أعراض بتكون بعد ذلك إحنا بنعالج حسب المشكلة تمام. يعني السيدة عندها مشكلة بتاعت هي لسه مراهقة في فترة بدايات مرحلة البلوغ، عندها شعر كده بنعالج الموضوع دي. عندها مشكلة بتاعت عدم انتظام في الدورة وكده بنعالج الموضوع دي. بعد ذاك عندها مشكلة بتاعت تأخر حمل وإنجاب، بنعالج الموضوع بتاعت تأخر الحمل والإنجاب. حملت لأن الموضوع التكيس ذاته زي ما قلنا عنده علاقة بالإنسولين واستقلاب الإنسولين، فالناس ذي عندهم قابلية لأنه يكون عندهم ارتفاع في السكر، لأنهم بدينين بيكون عندهم ممكن يكون عندهم قابلية لارتفاع الضغط وحاجات كثيرة جدا. فحسب المشكلة وين بيكون يعني حسب المشكلة وحسب الزمن بالضبط انت ممكن تعالجوا الموضوع ده، لكن كعلاج لتكيس المبايض عشان ما تقعدوا تلفوا ساي اخواننا ما في علاج واضح خالص. طيب خالص. نسمع سماح من الثورة. سماح ايوه حبابك يا سماح، تفضل يا سماح. يلا انا على ورقتي ما منتظمه ورقتي دكتور عملت غلطات قال لي عندي التهابات وفكر العلاجات برضو ما انتظمها. ما شنو متزوجه انت؟ لا ما متزوجه. احنا الليله حديثنا عن الخصوبه يا سماح، انا هخلي دكتور اسامه يقول. جلال لو سمحت دخلينا طيب. الخصوبه بس اي واحده ما متزوجه ما يعني ده بيكون في يوم تاني ان شاء الله. انا بعتذر جدا لكن هخلي دكتور اسامه يتكلم لك بصوره في دقيقتين كده بصوره عامه عن عدم انتظام الدوره. طيب زي ما قلنا واحده من الاشكالات بتاع عدم انتظام الدوره دي يا مدام نحن كنا قبل شويه بنتكلم عن هي انسه يا سوري يا انسه
كنا نتكلم عن التكيس، فممكن يكون تكيس وده بيعتمد على انه وزنك قدر شنو، محتاجه برضه يعني يشوفك دكتور عشان يحدد انه هل عندك تكيس ولا لا. واحده من الاشكالات برضه اللي ممكن تسبب يعني الحاجات بتعمل عدم انتظام في الدوره كثيره جدا، يعني من ضمنها التكيس، من ضمنها اي خلل في الهرمونات سواء كان الغده الدرقيه او هرمون الحليب، لانه الناس برضه اي اضطراب في هرمون الحليب برضه ممكن يؤدي الى عدم انتظام في الدوره. فانت محتاجه يشوفك دكتور عشان يشوف موضوع الاشكال وين. الالتهابات كذلك برضه اسباب كثيره جدا، يعني حسب الاعراض بيكون السبب بتاع الالتهاب، ولانه ما كل الالتهابات دي بتتسبب. معلش دكتور أسامة، الجزئية دي جزئية مهمة تحت الالتهابات دي، لأنها ممكن تكون سبب في عدم طبعًا الإنجاب. طبعًا. شنو الالتهابات؟ التهابات بيقول لك الزول ده والله عنده التهاب، الزول ده عنده التهاب في الحوض اللي هو دائما بيدخلوه مع التهاب البول، ونسبة للحياء الكثير عند المرأة السودانية ما بتيجي تبادر تقول والله يا أخي عندي إفرازات ولا عندي حكة ولا كده. شنو الأعراض بتاعته والعلامات والعلاج بتاعه ممكن يكون شنو؟ طيب بالنسبة للالتهابات، أكثر الالتهابات شيوعا اللي بتأثر يمكن على الأنابيب هي الكلاميديا. كلاميديا بالعربي، كلاميديا بكتيريا، نوع من أنواع البكتيريا. فالكلاميديا أكثر شيوعا، وبعد كده برضو جزء كبير برضو من الالتهابات المنقولة جنسيا زي الجنوريا اللي هو الزهري والسيلان وكده. وواحدة من الحاجات اللي نحن ما قاعدين نركز عليها كثير، ويمكن أنا لاحظتها يمكن خلال فترة دراستي برا، حوالي 10% من السيدات اللي بيجونا في اللي بيجوا في العيادات بتاعت مراكز في مركز الخصوبة قاعد يكون عندهم سل في الرحم أو سل في الحوض، وجزء كبير منهم قاعد يكونوا دكتورات أو شغالين في الميديكال، الحقل الطبي، في الحقل الطبي يعني. كويس. ما عندنا دراسة هنا في السودان للأسف في الموضوع دي، لكن الأسباب كثيرة. يعني معظم أنواع الالتهابات أنا أفتكر إنه لو ما تمشي للدكتور لما نسألك من الالتهابات تكوني معاه دقيقة جدا في وصف الالتهاب وكده، لأنه ده بيقطع عليك شوط، لأنه للأسف برضو في جزء كبير برضو من الرفرات من الناس حتى من الزوم لما بركزوا على موضوع الأنبوب ده كتير، فبتبدأ الست رايحة وجاية رايحة جاية واخذت زمن طويل جدا بدون ما تعمل فحص لاختبار وظيفة الأنبوب وكده. طيب دكتور أسامة، في الجزئية بتاعت الالتهاب اللي بيكون مصاحب للسيدة اللي هو التهابات الحوض المتكررة، دايما بنعالج يعني جزء اللي هو بنعالج السيده من غير ما نعالج الزوج، ودي مشكله لانه لازم يجوا مع بعض. فالجزئيه دي لازم تركزي قبل ما تسمعوا مسابقه. طيب. مهم جدا زي ما قلنا انه في 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 في, في علاجات التهابات الحوض دي انه يتعالجوا فيها الزوجين. نعم. لانه ال- 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 الاشكال بيبقى وين؟ انه انت تدي السيده علاج، ايوه، وزوجها بيكون اوريدي لقط هو عنده نفس المشكله، حتى لو كان اسيمتوماتيك، حتى لو كان ما عنده اعراض، بيجي بينقله لها ثاني، وبنكون نحن لافين في دائره. مش كده وبس، بعد شويه بيبقى الاسترين او البكتيريا الموجوده مقاومه حتى للمضاد الحيوي، المضاد الحيوي اللي نحن بناخذه. فلازم يكون يتاخذ علاج للزوجين طوال فتره الالتهاب دي، وينصح حتى اثناء فتره العلاج انه يكون العلاقه الزوجيه تكون عن طريق الاستخدام واقي او 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 ما يكون في 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 علاقه, في علاقة. كلام ممتاز جدا. طيب ام سبا بحري، ام سبا. نعم حبايبك 10، تفضلي يا ام سبا. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، انت بخير يا رب وعافيه، وانا عافيه ان شاء الله، امين يا رب. تفضلي يا ام سبا. يلا انا اصلا شخصت كان عندي تكيف في الموبايل. يلا لما نزوعيت عجلت فترة يعني 3 سنة، دخلت في الرابع حسين، يعني جابلت كم دكتور وربا حملت يعني كويس. يلا حملت تاني ما يعني ما بلست حبوب يعني بتاع تنظيم حمل ولا كذا، طوالي أنا دفيت سنة وستة شهور حملت دكتور تاني ما شاء الله. يلا عجلت تاني 4 سنة، والدورة يعني كان فيها شوية عدم انتظام، يلا تاني انتظمت براءة كده يعني. يلا مشيت للدكتورة تسيني وشوف الحاصل شنو،
قام اداني فوليك اسيد واداني منشط. يعني كم سنة انتي؟ كانت منتظمه بقت ما انتظمت من اداني العلاج بس. يلا قام اداني حبوب نزلنا الدوره. برضه عدت 3 شهور كنت نفسي جاتني في رمضان ده. ما رجعت لي وكان كم سنة عمرك يا أم سبا؟ أنا 32 33 وزنك؟ والله وزني ما كثير شديد يعني كم يعني 70 وطولك؟ طولك ما اظن انك تكون عارفه صعب شيء. طيب يا مدام اول حاجه ربنا يحفظ لك عيالك و يخليهم لك. طيب انا افتكر انه زي ما احنا تكلمنا عن انه التكيس ده ما هو ما 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 بروح ما في علاج بيشيله. الاشكاليه الرئيسيه في 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 التكيس ده انه التبويض ما بيكون منتظم بشكل جيد وبالتالي من الصعب جدا اذا احنا ما عارفين التبويض 200 من الصعب جدا بعد ذاك او فرص حدوث حمل بتقل لانه يعني العلاقه الزوجيه ما ممكن تكون اي زمان اي مكان وبالتالي ده بيقلل من فرص حدوث حمل يعني تمام. لكن ما بيمنعه يعني اذا حصل تبويض في وقت ما وكان حوالي ذلك التوقيت في علاقه زوجيه ممكن يحصل حمل. التكيس برضو عنده ارتباط الى حد ما مع الاجهاض والاجهاض المتكرر. طيب عشان الكلام ذاته يكون ليك ولغيرك اهم حاجه في موضوع التكيس ده في كل الاعراض حقته سواء كان الهرمونات الذكوريه اضطراب الدوره تاخر الحمل وغيره بنفتكر انه الخطوة الرئيسية بالذات للناس للسيدات البدينات هو إنقاص الوزن. إنقاص الوزن كيف؟ نحن بنتكلم عن على أقل تقدير 10% من 5-10% من الوزن 5-10% من الوزن بتاعك على أقل تقدير لما تنقصيهن الكلام دي بيؤدي إلى انتظام التبويض والانتظام اللخبطه اللي قلناها قبل بتاعت الهرمونات أيوة. وكده في حوالي 80% من السيدات يعني 20 بس اللي بيكونوا محتاجين يمشوا للدكتور يعني نزل وزنكم بالضبط كده. تنقيص الوزن بيظبط الشغلانه في 80% من السيدات. طيب ممتاز جدا. السيدات اللي عندهم الى حد ما لخبطه شديده في موضوع الـ 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 الانسولين وكده وبالذات كمان لو كانوا بدينات المنظم بتاع السكر بتاع الميتفورمين دي في بجرعه حوالي يعني اباوت 1500 ل 2000 ملي جرام في اليوم بيظبط برضه بيساعد في انتظام الدوره بيظبط اول حاجه الانسولين زي ما قلنا قبل وظبطه الانسولين بتظبط هرمون ال اتش وظبطه ال اتش بتقلل الهرمونات الذكوريه وبتقلل بعد ذاك بالضروره ده بيؤدي لانتظام التبويض وكل الحاجات الثانيه بس محتاجين لتشخيص يا اسامه عشان ما ياخذوا أيوة لنا سعي يبقى 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 نقصان الوزن وبعض العلاجات اللي بتنظم لنا ايضا الانسولين دي بتساهم بقدر كبير جدا في علاج الإشكالية تحت التكيس فيما يلي عدم انتظام التبويض وتأخر الحمل تمام. طيب دكتور أسامة أنا هاخد مجموعة من الأسئلة الموضوع ده موضوع كبير طبعا إخواننا محتاجين له لحلقات داير له حلقات لكن نحن عايزين ناخد الكلام الدائر في أسهان الناس ونحاول دكتور أسامة يعني يوضحه لنا. أنا أتكلم عن تكيس المبايض. زهرة السوسن قالت السلام سؤال مريضة ظهر لها تكيس في المبيض اليمين حجمه 4 سنتيمتر قبل 9 سنة أخذت علاج والدكتور قال لها بروح هسي مرات بيجيها ألم في نفس المبيض والدورة عند أيام زادت كانت 6 أيام بقت 8 مرات ومرت 9 أيام. طيب ده أنا قبل لما قلت في فرق بين الكيس أيوة. والتكيس عشان كده أنا قلت السؤال ده كويس. ده كيس في المبيض. الكيس في المبيض ده بعد كده هو شنو؟ هل هو كيس كانت يعني كيس بتاع مثلا بويضة وما انفجرت ودي بتحصل في بعض المرات والكيس ده ممكن يحصل له يروح براه او يطرشق براه او يحتاج قد يحتاج انه يتشفط او ممكن يكون كيس دموي أو اي نوع من الاورام الحميدة وغيره يعني. طيب كويس. فاللي عندك ده كيس يا مدام ما هو تكيس. لازم نفرق ما بين الاثنين دي فمحتاج يشوفك دكتور ويشوف نوع الكيس ده شنو
وهل محتاج تداخل ولا لا؟ طيب هنسأل أسئلة سريعة عن كده دكتور أسامة عشان نحاول نجاوب على أكبر عدد من الناس. طيب هنا قالت عمرها 29 سنة ومتزوجة وحصل معها حمل مرة واحدة وأجهضت وعملوا لي عملية بتاعت نظافة وما حصل حمل تاني خالص، دورتي بتجيني كله 4 شهور أفيدوني. طيب أنا أفتكر والله عملية النظافة دي طبعا واحدة من العمليات اللي ممكن تكون مسؤولة عن 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 طيف عريض أو طيف غير بسيط من أسباب تأخر حمل الإنجاب، لأنه إحنا لما نكحت بنكحت بسموه بلايندلي، بنكحت في الرحم ده وإنت ما شايف، يعني أنت بتشغل الكحاتة وبتعتمد على أي بتعتمد على إحساسك أنت كاستشاري جراحة وكجراح وإنت بتكحت يعني، وبالتالي يمكن إنه تكحت من حتة فوق يعني أكثر مما يجب، وده ممكن يعمل يأثر إلى إنه بعدك التصاقات داخل تجويف الرحم وتبقى تبقى هي ذاتها في حد ذاتها سبب، فمحتاجة يا مدام يعني لو كان في طريقة للسؤال كنت محتاجة أعرف الدورة أنت كنت منتظمة هل زي زمان هل كمية الفلو 3 شهور يا دكتور أسامة يعني دورتها غايبة عنها 3 شهور يبقى غايبة عنها 3 شهور محتاجة تعملي منظار يا مدام رحمي تشخيصي عشان يتشاف تجويف الرحم ده وإن شاء الله ما يكون فيه مشكلة يعني. طيب مونا قالت هي بترسل لنا وما قعدنا نجاوب لها لكن سهان جاوب لك إن شاء الله. متزوجة 5 سنة ولم يحصل إنجاب حتى الآن وعندي غدة درقية نشطة، هل بتمنع الإنجاب؟ وعندي التهابات حادة وتابعت كم دكتور ولم أجد حل لمشكلة وبدوني العلاجات وما في أي نتيجة تشخيص كامل. طيب الحتة دي عايزك عليك الله موضوع العلاجات دي لأن الناس بتقطع العلاجات وبيأخذوها بطريقة صح. طيب دكتور سامي. طيب أول حاجة 5 سنوات طبعا ده بعدين إحنا محتاجين نشوف الإشكال، محتاج أكون عارف معلومات بسيطة عن السائل المنوي بتاع الزوج وأيضا الأنبوب بتاعك. طيب فيما يلي الغدة، الغدة عموما اضطرابات الغدة بتأثر تأثير كبير على الحمل أو فرص حدوث حمل أو التبويض إن جنب، لكن أكثر تأثيرا هو خمول الغدة الدرقية. الغدة النشطة بتعمل حبة اضطراب في ممكن في الفلو بتاع الدورة كويس، لكن ما بتعمل عدم تبويض ولا بتعمل عدم ممكن تأثر على عدم إنجاب، ممكن لو حملتي يكون في إجهاض يكون في مشاكل كثيرة جدا مع الحمل، لكن اضطراب الغدة اللي بيأثر كثير على الحمل هو خمول الغدة الدرقية. طيب بالنسبة للعلاجات أول حاجة من إشكالاتنا إنه الناس ما بتصبر على العلاج صح. في جهة واحدة يعني الواحد بيمشي للدكتور الأولاني وبيقعد معاه شهر الأول شهر الثاني ما حمل بيمشي لجهة تانية وبيبدأ بلف في 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 دائرة مفرغة يعني. كويس لأنه افتكر إنه أول حاجة الناس يكون عارفة إنه فرص حدوث حمل في الشهرين حوالي يعني في أحسن الفروض هي إذا ما في سبب 20%. طيب لما تعمل عملية بتاع التلقيح صناعي بعدين حنتكلم عن التعريفات دي يعني لما نعمل عمل تلقيح رحمي ولا كده نسبة حدوث حمل لا تتعدى 15%، حتى في أطفال الأنابيب نسبة حدوث حمل في أحسن المراكز ممكن نقول 40% في المحاولة. تمام 40% يعني شنو؟ يعني من كل 100 بيعملوا عملية دي 40 بيحملوا 60 لا. ده في أطفال الأنابيب والحقن المجهري اللي هو نحن بنرجع جنين عديل مش جنين كامل يعني لكن جنين بنرجع جنين جوا تجويف الرحم اللي هو ده بما لا يقاس فرص حدوث الحمل اللي فيه أكبر من العلاقة الزوجية العادية يعني. فحدوث حمل في بتنشيط سواء كان حبوب أو حقن أو غيره بعلاقة زوجية في البيت نسبة حدوث حمل فيها لا تتعدى 10% في الشهر، فما تتوقع انه انت لما تمشي للدكتور ده وداك علاجات من اول شهر تحت احملي او من ثاني شهر تحت احملي تكلم عن 3-4-5-6 شهور فرص حدوث حمل في 3-4-5 شهور دي كويس قد تصل الى كام 20 او 25% في 6 شهور كويس، لانه اذا انت عملت تلقيح صناعي كويس 3 شهور في مركز خصوبه نسبه حدوث حمل في الظروف المثالية لا تتعدى 35% طيب. في الثلاثة شهور. طيب دكتور أسامة خلينا نمشي شوية في حاجات قفل الأنابيب، يقول لك والله يا دكتور أنابيبي قالوا مقفولة
قفل الأنابيب، هل هنالك علاج لقفل الأنابيب؟ لأنه سيدات كتار جدا جدا بعد ما قالوا لا قفل في الأنابيب بعدها تمشي لأعشاب، تمشي لفكي، حاجات كثيرة جدا جدا. طيب، موضوع قفل الأنابيب ده شنو؟ أول طيب حاجة سببه شنو؟ طيب، في الغالب أي إشكال بتاع التهابات أو 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 جراحة في الحوض ممكن يؤدي إلى انسداد الأنابيب. طيب، أول حاجة عايزين نعرفها في الموضوع ده إنه الأنبوب مهم جدا، لأنه الحمل ذاته لقاء البيضة والحيوان المنوي يكون جوه الأنبوب، ما يكون في الرحم. يعني الحمل ده أول ما يحصل بيحصل جوه الأنبوبة، والخمسة أو الأربعة لخمسة يوم الأولى كويس للجنين بتكون جوه الأنبوبة. فده مهم جدا جدا الأنبوب دي وسلامته وإنه يكون الوظيفة بتاعته طبيعية، مهم جدا لحدوث حمل، لأنه الأنبوب ده لو فاتح وفيه مشكلة حتى لو حصل الحمل بيحصل حمل خارج الرحم كويس. فالالتهابات المتكررة سواء كان بكل أنواع البكتيريا وغيره كويس، الجراحات السابقة سواء كان زايدة سواء كان عملية لحمية سواء كان أي عملية في تحت في الجزء الأسفل من البطن ممكن أن تؤدي إلى انسداد أو التصاقات تؤدي إلى انسداد في الأنبوب. طيب، الأنبوب يتقفل، أول حاجة الفحوصات اللي احنا نستخدمها كلها للكشف على الأنبوب هي فحوصات ممكن نقول عليها سوريجيت ماركرز، يعني حاجة بديلة زي الأم، يعني أنا لما الصورة الملونة دي ما بتوريني الأنبوب ده شغال ولا ما شغال، لكن بتوريني أنا بعين الصبغة دي ماشة والأنبوب ده ودفقت بجاية وظهر المسار بتاع الصبغة في الصورة الملونة، فأقول الله الأنبوب ده فاتح وكبه بجاي، معناه فاتح بجاي كبه بهنا وقول بجاي، وبعد ذاك بعين لوضع الأنبوب، يعني الأنبوب قاعد مفروض طبيعي يكون قاعد كده. لو الأنبوبة دي فاتحة لكن معلقة فوق ما بتحمل الست، لأنه أو يعني ما بيحصل حمل على الأقل من جهة الأنبوب ده، لأنه المبيض قاعد تحت والأنبوب قاعد فوق حتى لو كان فاتح. تمام. طيب، ما عندنا فحص بورينا الأنبوب ده شغال ولا ما شغال. تمام. طيب، لكن قافل ولا ما قافل فيه؟ قافل ولا ما قافل فيه؟ الصورة الملونة، الصورة الملونة بتورينا إنه الأنبوب ده قافل ولا فاتح. طيب، لكن برضو عندها قصور، في قصور في الصورة الملونة. تمام. الصورة الملونة بالذات إذا كان الانسداد دي قريب من الرحم، يعني إذا كان ده الأنبوب فكل ما يكون قريب من هنا، لما يكون قريب من هنا في الصورة الملونة دقة الصورة الملونة في 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 التقاط الانسداد الحقيقي في الجزء القريب من الرحم قليله شويه، ولذلك ليه؟ لانه مؤلم شويه، نحن عاده بيعملوه بدون بنج وبنحقن صبغه داخل تجويف الرحم، الرحم ده بيتنفخ والصبغه دي بعد ذاك بتمشي عبر الانبوب، الكلام ده ممكن يكون مؤلم شويه، ففي ممكن يحصل تقلص لا ارادي للعضلات الملساء ده بيقفل الانبوبه، فمع الألم الأنبوبة اتقفلت أخذوا الصورة ظهرت الأنبوبة مقفولة، ولكن في الحقيقة الأنبوبة ما كانت مقفولة. أو في بعض الأنسية بتاعت في بطانة الرحم زي ما يقولوا يعني حاجة أنسية خفيفة كده من الأنسية بتاعت الرحم مع دخلة الصبغة الأنسية دي تخش تكفل لك المدخل بتاع الأنبوب، فيظهر إنه الأنبوب مقفول مع الصورة، لأنه أنت بتاخد الصورة دي في اللحظة دي وخلاص انتهينا. فأول ما بس مع اللحظة دي مركت زي ما يقولوا البتاعة تكون فتحت، فتكون الأنبوب فاتح. طيب، عشان كده قالوا والله 60%، يعني 60 يعني من كل 10 6 من الناس من السيدات اللي بيكون الأنبوب مقفول في الحتة القريبة من الرحم، لو عيدنا لهم الفحص تاني بعد 6 شهور بعد شهر بنلقى فاتح، ولو عملنا لهم بكره ولا بعد بكره ولا بعد شهر من انذار رحمي تشخيصي ببنج حنلقى الانبوب ده فاتح. معناها 60% من الحالات الانسداد القريب كويس هو بيكون انسداد فولس غير حقيقي، ما حقيقي. السنسيتيفيتي او الحساسيه الاكبر في الانسداد البعيد. لا، في البعيد ده بعد ده مقفوله الحاجات اللي كانت هنا دي ما بتكون موجود. دخلت هون في حاجات كثيره. دكتور اسامه، احنا زمان انتهى، لكن انا طبعا لانه حقيقه يمكن جلال بيتكلم معي انه في كونجست، يعني في كميه من الاتصالات كبيره جدا، عشان كده حنقوم لاول مره يعني في رمضان نوعد الساده المشاهدين يوم الجمعه
يوم الجمعة يا أخواننا دكتور أسامة حيكون معانا، لأنه الموضوع ده موضوع كبير بالمناسبة. إن شاء الله حنحاول نفرتك يعني لوغاريتمات ونفهم فيه تفاصيل بطريقة بسيطة. يوم الجمعة إن شاء الله نحاول نشوف الأسباب بتاعت ده. تقول شنو بس لو سمحت لي في الحتة بتاعت الأنابيب دي، عشان نحن لأنه بلقى تساؤلات كثيرة جدا عن إنه هل في دور ولو نبهتني مرة جاية إن شاء الله لو جينا يوم الجمعة نتكلم عن نواصل في موضوع الأنبوب ده. لكن المهم جدا، هل في حي في ناس بتتكلم كثير جدا عن العلاج الطبيعي، وللأسف في كثير جدا من الزملاء بيحولوا لمراكز بتاعت علاج طبيعي عشان يتفتح الأنبوب. الشيء اللي عايز أقوله إنه ما في جمعية علمية محترمة في العالم، تمام، وما في مجلة علمية محكمة في العالم نشرت أو قالت أو أوصت بأنه العلاج الطبيعي ده، ولا في كتاب فيما يلي موضوع الخصوبة ده مما بدأ من سنة 1978 اللي هو اسمه من أول سيدة ولدت في ليفربول في 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 إنجلترا تولد بأطفال ليوم الليلة، قال أنه العلاج الطبيعي كويس ولا الدلك كويس ولا الجلسات الكلام ده ممكن يفيد في علاج الأنبوب. كلام ده ضيع قروش، ده كلام ما عنده أي معنى. أي ممكن تقول لي والله، تقول لك واحدة أنا والله مشيت وعملت جلسات بتاع علاج طبيعي وفتح هو أكشوالي أنت ما كان مقفول يا ستي. طيب كونه أنت حملتي بعد جلسات العلاج الطبيعي، ما معنى جلسات العلاج الطبيعي مقفول؟ معناه مقفول، مقفول معناه مقفول، ما بتلدي إلا بتدخل جراحي يتفتح أو بأطفال أنابيب. تمام دكتور أسامة، جمعة إذا الله دانا نحن وإنتوا العافية. ودكتور أسامة برضو يا أخوانا حنستأذنوا في إنه يردوا على تساؤلاتكم، الصفحة عارفة وهو جزء منها الحكيم مع دكتور وليد. دكتور أسامة إن شاء الله لما نلقى زمن حيرد على كمية من الناس، أسئلة كبيرة جدا وكثيرة جدا، لكن حيرد على جزئية كبيرة من الناس اللي بتسأل، رغم إنه السؤال ما بكون كامل لكن حيحاول ويجتهد إنه يرد عليكم. تمام، يا ريت نكون جاوبنا عليه او كنا خفيفي الظل وقدرنا يعني نسلط الضوء في بعض الحتات المظلمه، وان شاء الله يوم الجمعه نواصل الضوء الباقي، نواصل نفاجئ الضوء ونشوف الاسباب اللي بتخص الرجل في عدم الانجاب. القصه ما كلها عباره عن انت ما بتلدي، لكن انت ممكن برضه تكون زي ما قال وليد. ان شاء الله حجتيت في انه الاسئله الموجوده عبر في منصه دكتور وليد في الفيسبوك نحاول نرد عليه معظم التساؤلات ان شاء الله. وكتر خيرك، كتر خيركم والله، كتر خيرك يا اسامه. شكرا جزيلا. ويوم الجمعه ان شاء الله الرابعه اذا كان في العمر بقيه ان شاء الله حيكون معنا ضيفنا دكتور اسامه. كتر خيرك وتصوم وتفطر على خير. تصوم وتفطر على خير. السلام عليكم، شكرا خيرك. جزيلا. وانت عزيزي المشاهد، يمكن موضوع الخصوبه ده موضوع كبير، ودائما انا بحاول يعني تبسيط المعلومه، ويمكن دكتور اسامه حاول يبسط في معلومات غايبه على الناس، في معلومات غلط مغلوطة بناخدها بطريقة سمعية، حاولنا أنه دكتور أسامة يعني يذيع عنها هذه الظلمة. ويوم الجمعة إذا الله هون حنواصل في نفس الحديث عن الخصوبة. باكر إذا الله دانا صحة وعافية، بكرة الخميس سيكون حديثنا عن كوفيد 19 كورونا مع أخونا دكتور محمد صالح، في بعض الجوانب الناس اللي ما جايبة خبرها، والقصة بتحت الستورم أو العاصفة اللي بتحصل جوه جسم البني آدم، والتفاصيل اللي بتحصل من جراء كورونا ذاتها. آخر سؤال حنزل لدكتور أسامة قبل ما نختم، معليش يا جلال. دكتور أسامة، التطعيم بالنسبة للحوامل مفيد ولا غير مفيد؟ آخر ريكومنديشنز، أي ست حامل تمشي تطعم. شكرا جزيلا. أنا شاكر ومقدر جدا استماعكم ومتابعتكم لنا. باكر إذا كان في العمر بقية من التاقة. السلام عليكم. السلام عليكم.